اهلا بكم من جديد. عايز اعلق على حاجة كنت قلتها في نهاية الاسبوع الماضي وكالعادة اخرجت من سياقها. يعني الناس لما بتشوف تويتة كده مكتوب عليها عنوان تبتدي تشتغل على تويتة دون النظر للسياق. اتكلمت عن محمد صلاح والاسلام وهجمت هجوم شديد جدا انا مش فاهماه لانه مقصودي اكيد كان واضح جدا. قلت انه هو لو كان هناك يعني حد بيحاول يغير صورة الاسلام اللي هو بيعتبروه دين متشدد في الغرب، فالحقيقة انه في ممكن نعمل حملات توعية ضخمة جدا لا تنجح، ويجي مواطن واحد لاعب كرة واحد باحترامه بجديته بمهنيته باخلاقه يغير الصورة دي. فين الخطأ اللي انا قلته؟ فين الخطأ اللي بعد كده فوجئت بحملات؟ طب ما انت لما بتقولي ان محمد صلاح مسلم يبقى مجدي يعقوب مسيحي. يعني ارجو العودة للسياق. الانجليز غنوا if he scores again I want to be a Muslim too. هي دي الفكرة، ان هما ازاي مواطن باخلاقه يغير الفكرة عن دين يعتبروه متشددا، يعتبروه ارهابيا، وفي تعصب كتير ضد الاسلام في الخارج نتيجه ارهاب ونتيجه امور كثيره جدا. فلما بقى في مواطن انا بعتبره مصري طبعا وعربي طبعا وكل الحاجات دي طبعا، لكن لما يغير الفكره باخلاقه ويبقى في غنى عن الاسلام، انا لازم ابقى سعيده ولازم ابقى فخوره ولازم ده يبقى قدوه ولازم اعتبره حاجه كويسه. ما خافش بقى وارجع ورا لاني خايفة من 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 فكرة الاحسن اعمل حساب يعني الاراء الاكثر تشددا فخاف. لا مش هخاف، هقول نفس الكلام تاني انه فعلا بيمثلنا جميعا وكل حاجة، لكن هو قدوة كمسلم قدر ان هو يغير الصورة. وبستغرب ان الكلام بيتاخد من سياقه انه طب انت ليه ما قلتيش على مجدي يعقوب انه مسيحي؟ يا جماعه القصه تاني مش مسلم ومسيحي، القصه ان الاسلام هو الذي يتعرض لهجمه شرسه وانه نتيجه الارهاب ونتيجه 1 2 3 4 مهما عملنا نحاول نغير الصوره ما بنغيرهاش غير بنماذج زي ده. وبرجو ان الناس ترجع لمواقف السابقه. يعني مش محتاجه ادافع هنا عن نفسي، مش محتاجه اتكلم ايماني بالمواطنه، مش محتاجه اتكلم على علاقتي بـ 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 بكل المجتمع وانا ما بقسموش مسلم ومسيحي. وبالتالي انا هنا بستخدم النموذج ده لما يحدث في الغرب، لما يحدث من هجمه شرسه على الاسلام في الغرب نتيجه التشدد، نتيجه امور كثيره جدا، الارهاب، داعش، القاعده وغيره. هو ده اللي انا كان اقصده. فيعني ارجو من الناس، بس بنزعج جدا بنزعج جدا ان الحاجات بتؤخذ من سياقها جمله واحده تتاخد فنبتدي بقى ده مش سفير للاسلام بس، ده سفير لمصر بقى كلها. طبعا طبعا، لكنه ايضا قدوه قدرت انها تخلي كتير من الانجليز يحبوا الاسلام. انا مش هخاف انا بقول ده، ومش هبقى متعصبة لديني على فكرة لاني مش متعصبة على الاطلاق، لكن انا بعتبره قدوة وسعيدة ان هو قدوة زي ما مجدي يعقوب قدوة، زي ما اي حد تاني قدوة. لكن ارجو بس ان احنا خلونا نخرج من ده، نخرج من البوتقة، نخرج من الحساسية المفرطة اللي احنا عايشين فيها دي، اللي نخاف نقول فيها حاجة لحسن تتاخد في سياق غلط. لا، احنا بنقولها بكل قوة بكل امانة وسعداء بيه وربنا يحميها رب. مصري طبعا في الاساس، وعلى فكرة انا ما يعني ما بفرقش خالص عمري. الناس بس لو ترجع للمواقف، لو ترجع للي بنقوله قبل كده ويتاخد كله في سياقه، اقتطاع الامور السخيف قوي قوي قوي. لكن عموما لكل من ظنه اني عنصرية انا بعتذر، لانه اكيد ما كانش قصدي هذا الكلام الذي أخرج من سياقه. طبعا دي الجملة اللي هتتاخد وكل اللي فات هيتشال عادي. آخر خبر عندنا إنه الواشنطن بوست نشرت مراسلات حصرية مسربة
تكشف أن قطر قد دفعت أموالا طائلة بمئات ملايين الدولارات لإرهابيين في العراق من أجل الإفراج عن 25 من مواطنيها، بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة، اختطفوا في أواخر 2015. مسؤولين قطريين كتير كانوا تسألوا ما إذا كانوا دفعوا فدية ولا لا، قالوا لا عدة مرات، وده بيكشف في الصحيفة. لكن تقرير واشنطن بوست بيقول ان مراسلات سرية مسربة بين المسؤولين القطريين توثق ان اطرافا تدرجها الولايات المتحدة على قوائم الارهاب، بينها الحرس الثوري الايراني، كتائب حزب الله العراقية، حزب الله اللبناني، فصائل من المعارضة السورية المسلحة، جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، كل دول كانوا ميدياترز، كل دول كانوا وسطاء في عملية الإفراج عن هؤلاء الرهائن، وإن في مفاوضات سرية، ونتكلم على مئات الملايين من الدولارات. مرة تانية كل الأطراف القطرية كانت قد رفضت وأعلنت أنها لم تدفع أي شيء. هل ده هذه المقالة اللي من الواشنطن بوست يعني، هل هذا المشهد أو هذه التقرير ده او التقرير من الواشنطن بوست ده بيكشف حاجة؟ ولا حاجة، بيكشف ان هم كذبين، شيء طبيعي جدا ان هم كذبين. فيعني مهما نفوا هم في النهاية دفعوا فدية لميدياترز، سواء بقى دفعت للإرهابيين نفسهم او دفعت للوسطاء والوسطاء دفعوها للإرهابيين. في النهاية هذه جهات مدرجة على قائمة الإرهاب. امريكا بتقرأ ده بقى ولا بتقرأوش؟ نخرج فاصل، وبعد الفاصل 4+1.